سيادته بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة تداعيات تلك المشكلة والتواصل مع الجهات الخدمية المختلفة بالدولة مثل مترو الأنفاق ومحطة الكهرباء وأيضا البنوك، حيث النهاردة يعني يوم هام في بطرح شهادة قناة السويس، فكان أيضا يتواجد بالمتابعة مع البنوك ومحطات الكهرباء ومحطات تحلية المياه. وطلب السيد رئيس الوزراء من السيد وزير الكهرباء بأنه يعد تقرير عن أسباب الخلل اللي حصل اليوم والإجراءات اللي بتتخذها وزارة الكهرباء لتلافي حدوث ذلك مستقبلا. ولكن الهام الآن إن هو المشكلة تقريبا تم حلها بالكامل باستعادة الشبكة لقدراتها وأحمالها بصورة شبه مكتملة، وبناء عليه يعني كان هناك في تعامل حكومي جاد وسريع لمواجهة تلك المشكلة الاستثنائية التي لها أسباب فنية. طيب، انما لغايه يعني مؤكد لما تيجي التقرير، لغايه ما تيجي التقرير هيتعرف السبب، لان احنا لغايه دلوقتي مش عارفين لا السبب. بكل تأكيد، لا يعني بكل تأكيد حينما يرد التقرير سيتم الإفصاح عن أسباب العطل، والأهم هو الإجراءات اللي ممكن تتخذها وزارة الكهرباء لتلافي وقوع أي مشكلة على نفس النفق مجددا مرة أخرى. طيب سعادة السفير، فيما يخص الكهرباء يا فندم، احنا دلوقتي كان في معروض الموضوع بتاع الطاقه النوويه، وفي موجود الطاقه الشمسيه او الطاقه المتجدده الطاقه الشمسيه، وفي معروض الموضوع بتاع منخفض القطاره، في امور كثيره جدا في هذا الكلام. انما في الطاقه الشمسيه تحديدا يعني المعروض، احنا لغايه دلوقتي يعني خاصه ان احنا مصر من حظنا كويس ان واحد من ابناء مصر عالم اهم من علماء الطاقه الشمسيه الحراريه، اللي هو الدكتور هاني النقراشي، ده مصري ألماني يعني أهم الناس في الموضوع ده، والراجل عامل مشروع متكامل بهذا الموضوع. وأنا ما أعرفش وقابل السيد رئيس الوزراء ولا ما قابلوش، إنما أنا بالتالي لازم نسرع يا فندم في هذا الموضوع، نبقى ماشيين على التوازي نحل، لأن الطاقة الشمسية حاجة ربنا مديها لنا وإحنا لغاية دلوقتي مش عارفين نستفيد منها. والطاقة الشمسية دلوقتي مصر مصنفة من ضمن أهم 3 دول في الطاقة الشمسية الحرارية. الدكتور انا لما قعدت مع الدكتور هاني النقراشي واستضفته في حلقه هنا واتكلمنا كثيرا في هذا الموضوع، احنا نقدر ندي كهرباء تغطي مصر كلها، ونقدر نمد اوروبا كلها، ونقدر ندي افريقيا كلها الامكانيات دي كلها. ميزه التفكير بتاع الدكتور هاني النقراشي انه مش هيطلع مليم بره مصر، هنصنع كل حاجه هنا، المولدات في المصانع الحربيه، مولدات الكهرباء، المرايا اللي بنعكس بيها الضوء عشان تطلع حراره بتتعمل في شركة النصر، خلايا، نعم يعني خلايا مش ضوئية. هنطلع مالين بره. احنا ليه ما حاجة زي كده ما بنشوفش فيها سعادة السفير؟ لا أحب أطمن سيادتك إنه اهتمام الحكومة باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وكان بالأمس اجتماع مجلس الوزراء وكان هناك تخصيص 2621 فدان في كوممبو وأسوان لتخصص لهيئة الطاقة الجديدة المتجددة من أجل إنشاء محطة تعمل بالكهرباء، توليد الكهرباء عن طريق الشمس واستخدام الخلايا الفولتية. ويعني الموضوع هو محل اهتمام الحكومة، وبالفعل تتخذ إجراءات فيه لمواجهة انه في الصيف المقبل لا تشهد مصر انقطاعات الكهرباء على النفق اللي بيتم دلوقتي. وايضا السيد وزير البترول كان ليه تعاقدات خاصه باستيراد الغاز على الفتره المقبله حتى يكون هناك في غاز كافي لامداد محطات الكهرباء. فيعني اطمن سيادتك ان موضوع استخدام الطاقه الجديده والمتجدده ده في اولويه الحكومه، في اولويه السيد رئيس الوزراء، وان هناك بالفعل اجراءات وستكون هناك محطات منشئة في خلال الفترة المقبلة سواء بالطاقة الشمسية أو أيضا طاقة الرياح. سعادة السفير بقى، أنا بقى يعني حاطه الطلب من حضرتك كمواطن مصري، وبطلبه من سيادتك كمواطن مصري، سيادتك كمواطن مصري مش متحدث رسمي ولا سفير في الخارجية ولا أي حاجة، أرجو والحكومة بتبحث هذه الموضوع أن كنتوا تشوفوا هاني النقراشي. أنا ممكن أتصل بسيادتك فيما بعد وأديك تليفونه، ده انا بكلم حضرتك كمواطن بناشد فيك الوطنيه وبناشد فيك المصريه. ارجو ان كنتوا تسمعوا الراجل ده،
لأن الطاقة يعني الشمسية، بكل تأكيد يساعدني إن يعني احنا بس نلتقي بالشكل بزياده أوضح ويكون مع التقارير أوضح وجهة نظري بس، التقارير اللي بيعرضها. لأن نعم الطاقة الشمسية اتفضل. اللي عند مصر، إحنا الطاقة الأمثل عند مصر والأوفر لينا والأرخص الطاقة الشمسية الحرارية مش الخلايا بس، عشان خاطر أصل المسائل أيوة. بيخش فيها حاجات تانية. إحنا عندنا الشمس العافية اللي هي أوروبا بيعملوا الخلايا عشان الشمس بتاعتهم مستحية ما فيهاش حرارة كتير. إحنا عندنا حوالي 320 يوم في السنة شمس، والطاقة الحرارية ميزتها إن أنا بقدر أخزن البخار، يعني أقدر يبقى طول ال 24 ساعة بطلع كهرباء على عكس الخلايا الضوئية. فأنا اللي بقوله لسيادتك نسمع الراجل ده، نسمع عالم مصري وراجل بيحب مصر ووطني جدا ومحترم جدا، حد سيادتك نسمع وجهة نظره في هذا الموضوع، لان احنا في وجهات نظر أيوة. كثيره جدا في هذا الموضوع. انا هخلص اللي عليا وحدي تليفون لسيادتك بكره بقى ان شاء الله ولا يوم انا السبت. يشرفني ان انا التقي بيه بسيادته، ويمكنه ان يشرفني في المكتب يوم السبت ان شاء الله. لا هو ده في المانيا الراجل ده، انا هكلمه في المانيا ونشوف، في وانتوا المانيا انا وانتوا تمام تعملوا له ميعاد كتير تكلموه سعيدنا طبعا. تجيبوه، ده راجل كبير قوي وجامد قوي يعني. بس اللي انا عايز اقوله انا قبل ما نخصص سعيدني للخلايا الضوئيه، شوفوا حكايه الطاقه الحراريه بس، ده اللي انا بس اللي بوضحه بس. بكل التاكيد يوجد الحكومه اللي هي تستفيد من الخبرات المصريه الرفيعه والتي لديها تكنولوجيا حديثه وخبره باخر ما توصلت اليه التكنولوجيا العالميه في انتاج الكهرباء، سيكون اضافه كبيره للحكومه ان هي تستفيد من خبرتها. شكرا سعاده السفير حسام قويشه المتحدث الرسمي باسم الحكومه. اطلعي فاصل يا